ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد استراحة لفقرتنا الصحية. طبعا احنا متعودين ان ما بنعمل وصفاتنا عارفين انه ضروري اننا نهتم بصحتنا جدا. انا مش هقول لكم شكلكم او ما ناكلش، لا صحتنا اهم، ما تخليش في نفسكم اي حاجة، كل اللي حضراتكم عاوزينه. ولكن انا هذكر حضراتكم مع دكتور دينا اللي منورانا النهاردة ازاي هناكل اللي نفسنا فيه وفي نفس الوقت نقدر كمان نحافظ على وزننا ويكون مثالي. خلينا نرحب بضيفتي اللي موجودة معي في الاستوديو وشرفاني منوراني، دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرز. منوراني يا دندون. حبيبة قلبي عظيم. عامل ايه؟ أخبارك ايه يا روح قلبي؟ انت عاملة ايه؟ كله حلو؟ الحمد لله حبيبتي، كله زي الفل حبيبتي. طبعا موضوع مهم. بصي احنا طبعا كلنا اكيد ويمكن مع اختلاف الاعمار واختلاف التوقيتات واختلاف طبيعة الشغل اللي بنشتغلها كلنا سواء رجال او سيدات، اكيد بيبقى في بيننا فروق، سواء بقى طبعا معروف الفروق الجسمانيه وما الى ذلك، لكن كلنا ساعات بنبقى ايه مع بعض كده في جزئيه واحده بنلتقي فيها، هي فكره ان احنا ممكن ناكل في اوقات مش مناسبه للاكل، وممكن ناكل حاجات ما هياش صحيه لينا في الوقت ده عشان احنا جعانين عايزين ننجز، وساعات بنحتاج عوامل مساعده في اوقات بنبقى احنا شخصيا وصلنا لمرحله من الجهد ان احنا مش قادرين نجاهد في حاجه ثانيه. ايوه عايزينك بقى النهارده يعني بجد تتكلمي معانا في القصه دي باستفاضه شويه عشان في ناس ممكن يختلط عليها الامر في الموضوع ده. يعني تقول لك ايه، هو انا لما هاخد حاجه عاون مساعد هفضل اخده طول عمري؟ لازم نوضح البوينت دي يا دينا. زي ما قلت عظيمة، احنا عندنا مشكلة ان ناس كتير قوي وزنها بيزيد وكل الاعمار مش بس كبار السن، انت بتلاقي واطفال وزنهم زايد جدا وشباب وزنهم زايد جدا. بعض من الناس بيلجأوا لطرق خاطئة جدا ان احنا نعمل دايت ونحرم نفسنا من الاكل. ده مش صحي وده خطر. مفيش حاجة اسمها احرم نفسي من الاكل. في بعض الناس تانية بتسمع عن دايت معين وتلجأ ليه، اللي هو اعتمد على عنصر واحد فقط في الاكل، اعتمد على البروتين بس وده مش صحي طبعا، اعتمد على الكربوهيدرات بس، اعتمد على الدهون بس. أصح حاجة في النظام الغذائي السليم ولصحة الإنسان إن أنا آكل ثلاث حاجات. أهم حاجة في أكلي اليومي يبقى متوفر فيه البروتين، الكربوهيدرات. محدش يقول لي أنا همنع كربوهيدرات. اللي بيمنع الكربوهيدرات ده ما عندوش طاقة خالص. رقم واحد كمصدر للوقود الإنسان هو الكربوهيدرات، يليه الدهون والبروتين. لكن رقم واحد هو الكربوهيدرات، مفيش حاجة اسمها أمنع كربوهيدرات. لكن الفكرة أنا باكل إيه في الكربوهيدرات والكمية بتاعتي قد إيه. طبعا فلازم نقنن الكربوهيدرات المعقدة والبسيطة نقللها خالص، لأن البسيطة هي اللي بترفع لي جدا السكر مرة واحدة. المعقدة بتاخد وقت، ومهم جدا الدهون. فازاي الدهون صحيه وبنسبه، ما هياش مهمه طبعا يعني. طبعا بس في ناس بتوقف دهون خالص. لا المخ عايز دهون، جسمي عايز دهون طبعاً. الدهون الصحيه بنسبه، والدهون المتحوله نقننها بقدر الامكان، ما تجيش نبعد عنها خالص. بالظبط. نوتي وحشه مشوها بعيد دي وحشه. انا بقول لكم طيب انا بخاطب الناس اللي عندها شراهه في الاكل. احنا عندنا اسباب للجوع الدائم. تمام. النوم اللي مش سليم، النوم اللي متاخر هيلخبط لي الهرمونات وهيعلي لي مستوى الكورتيزول. عدم شرب الميه والجفاف. احيانا ببقى عطشانه جدا والمخ يترجمها ان انا جعان، وساعات الواحد يصدع ويعرف مش عارف ان ده نقص ميه في جسمه. بالظبط. الاكثار الدائم في النشويات ده بيخلينا جوع اكتر. لانه بيدي طاقه مؤقته، بيدي طاقه مؤقته. وبعد كده يروح منزل لي سكر الدم فجاه جوع تاني. طيب انا عايزه عوامل مساعده ان انا اقنن شهيتي، ما امنعهاش، لان انا على طول بقول الشهيه دي نعمه من عند ربنا. صحيح. ازاي اقدر اقنن الشهيه؟ لازم المكملات الغذائيه اللي انا هستخدمها مهمه قوي يا جماعه تبقى مرخصه من وزاره الصحه المصريه. طبعا جايه معاكي النهارده اتكلم على كورس اعتقد عمل طفره كبيره في عالم التخسيس، هو كورس بيستا. قول لنا بقى بيتميز بايه؟ عماله تقولي كورس بيستا. كورس بيستا، لازم بقى تفرد وتني عليك النهارده. قول لنا بقى هو بيمتاز بايه وايه مميزاته عن غيره؟ اوكي، كورس بيستا اولا مرخص من وزاره الصحه المصريه وهيئه سلامه الغذاء. ثانيا مكوناته طبيعيه. ثالثا بيستا عباره عن الياف مع كروميوم مع مالتي فيتامينز مع القهوه الخضراء. فالمكونات عندي طبيعيه وامنه
واللي بيميزنا ان هو لا بيشتغل على خلايا المخ، ما ينفعش اخد حاجه تعصبني يعني اخس واضرب اللي قدامي، لا انا مش عايزه اتعصب ومش عايزه اسهر ومش عايزه يحصل لي جفاف، فما عنديش. في ناس بيبقى ليها تاثيرات على ضربات القلب، لو ضربات القلب طبعا طبعا وعكات. انا عندي كرسي بيستا ملوش اي تاثير سلبي على صحه الانسان. احنا قلنا الكروميوم، وقلنا لنا بقى بذور السيل، يعني ادينا بقى عن الحاجات اللي جوه بيستا. طيب هبتدي لك ببيستا. اولا بيستا دخله الياف، مهم قوي عشان اخس يا عظيمه اكتر الالياف. من اهم الالياف السيليوم طبعا، انت حفظتي والكشك الصعيدي اللي انا عملته النهارده طبعا، هخلص وادوق. دينا متخصصه كشك يا جماعه، معايا المازيه شغال، صعيدي شغال، كله زي الفل. الياف من اهم الالياف اللي داخل بيستا، اقدر اقول السيليوم الشوفان والقمح. حلو جدا. طيب الالياف دي بتعمل ايه عشان تخليه الشهيه بتاعتي تقنن؟ ان لما باخد مع الكيس بتاع بيستا كوبايه ميه كبيره وادوبه كويس واشربه قبل الوجبه الرئيسيه بتاعتي بنص ساعه، بيعمل حيز في المعده كويس. طول ما انا بشرب ميه اكتر طول ما الحيز ده بيكبر عندي، زي بديل بالون المعده يعني، بس بديل صحي وامن. بالظبط بالظبط. فلما باجي اكل بلاقي نفسي بدل ما كنت باكل قد كده، لا بقيت اكل واكل كل حاجه. ايوه المنوع، الصحه ان انا اكل اكل متنوع، خضار وكارب والحاجه اللي انا عايزه اكلها. بالظبط باكل اللي انا عايزاه، بستمتع بالاكل، بس بدل ما باكل قد كده طبق كبير حجمت شويه الكميات. هايل. وعندي كمان ان الالياف بتاخد فتره في الهضم. ايوه بتحسس بالشبع فتره طويله. فبقعد ممكن بالسبع ساعات انا مش حاسه ان انا جعانه، فكل ده بيحرق لي في السعرات الحراريه اللي انا بستهلكها، دي حاجه كويسه جدا. وبيحجم على فكره حجم المعده فيما بعد، بيبقى لايف ستايل. كل الناس اللي بعتت لي انبوكس قالت لي يا شيف انا بدات احس ان انا معدتي بقت هي كده. يعني بقى ده هو الحجم بتاعها حتى وانا مش باخده، يعني هي خلاص وقفت وعملت التثبيت وكله، بس هي بدات تحس ان ده حجمها. فكرتيني بموضوع اللايف ستايل، تسمعي عن المعادله اسمها 21 على 90؟ ايه قولي لي؟ معادله 21 على 90، علماء بيقول لك ازاي تبني لايف ستايل ليكي. بتكريتي هابت، يعني ايه؟ يعني بتبتدي عاده كده معينه تعمليها. عايزه تبطلي تدخين، فانت مثلا بتعملي العاده دي في 21 يوم. ايوه. لو واهم حاجه كل يوم تصحي بطاقه ايجابيه. فلما بتعمليها ال 21 يوم انت كده يو كرييت هابت. صح. لما بتكمليها 90 يوم اتس لايف ستايل خلاص. زي مثلا ممكن حد بينسى يغسل سنانه بالليل، على طول بقول على فكره يا جماعه صحه السنان من صحه القلب. طبعا مهم جدا نظافه سناننا، اطفال والاطفال، فما بغسلش سناني بالليل، عاملها هابت. افتكر ان الهابت دي لو خلصتها بنجاح 21 يوم، اقول لك بقى لمده قد ايه عشان تحصلي على اسنان كويسه. دقيقه تفضلوا تعدوا لحد من 1 ل 100 لحد ما تخلصوا فوق وتحت وكل حاجه. عديت اول مرحله اللي هي ال 21 يوم، كمل ال 90 يوم. 90 يوم خلاص لا يمكن هتصبح خلاص. وكذلك الصلاه مثلا، الله الناس طبعا انك بس الصلاه بقى 40 يوم، مفيش بقى 90. لان هو بالظبط 40 يوم لو واظب عليها بسم الله ما شاء الله الدنيا تتغير. يعني this is how we create a habit او how we create a style life style. هايل. نرجع لكلامنا. ان 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 بيستا من اهم مكوناته زي ما انا قلت ده، والكروميوم اللي بيظبط لي مستوى السكر في الدم. ما بيعلاش بقى، بيدخله بالتدريج يعني بالزبط. بيبدا يبقى مظبوط في ظبط المرضى السكر. اذا هذا الكورس يصلح لاصحاب الامراض طبعًا المزمنه طبعا. واهم حاجه وانا بخس معليش هرمون الانسولين. تمام. اهم حاجه ان انا احاول هرمون الانسولين ما يعلاش. وانس ان هرمون الانسولين 24 ساعه موجود في الدم بيخزن لي دهون، بيخزن لي دهون. هيروح فين؟ ما هيودي بالزبط. فين في الجسم ما كله بيقفل. بالظبط. طيب يبقى انا عندي كده اول منتج عندي واول مكمل غذائي بيستا. اللي هو بالالياف والكروميوم وفيتامين سي وفيتامين سي. طيب انا كده حجمت شهيتي شويه. قعدت فتره مش جعانه، والكروميوم كمان والالياف بيمنع لي امتصاص الدهون، ودي حاجه كويسه كويس. اللي هي داخله لي بقى جديد. بالزبط. اللي هي اللي لسه داخله بالظبط. وعايزه اقول لك كمان الالياف ليها حاجه كويسه قوي، انها الناس اللي عندها امساك بيقدر يظبط. عشان في ناس بتعاني من ده في الدايت فعلا. طبعا طبعا بيبقى عندهم معاناه في الموضوع، فعمليه الاخراج معاهم بتبقى سهل. طيب يبقى انا كده تمام، قدرت احجم الاكل واحجم الشهيه بتاعتي. عايزه مالتي فيتامين. انا هفتنى يا دكتور، انا حاسه ان انا جالي خمول. وبجد هبط هبطت شويه. في ناس بتحس ده. وخلينا نقول كلنا بنحسه في المرحله الاولى لما بنبدأ. خلي بالك يا عظيمه، مع كورس بيستا انا مش هحس،
ليه؟ لان انا باكل كل مهمه قوي الموارد الغذائيه الماكرو نيوتريانت الاسينشال نيوتريانت، وانا ما بحرمش الناس من الاسينشال. هناكل كربوهيدرات، هناكل بروتين، هناكل فات، مش هحس ابدا بالهمدان. ودي انا بتكلم بقى على الحالات اللي ما عندهاش الحاجه دي. اللي هي ما بتاكلش ده كله. أيوة. من حاجات مختلفه. نساعدها ازاي بقى؟ بألب مالتي فيت. ألب مالتي فيت من اقوى المكملات الغذائيه، مكمل غذائي لازم، وليه افضليه بالنسبه لي، وليه يعني حاجات كويسه جدا تخليني هو ده اللي هو ده الفيتامين اللي انا هختاره. ليه؟ لان اولا ملم بعائله فيتامين ب الكامله، هو ده هي الكوبالامين اللي بنسمع عنه. هي الناس اللي ما بتحبش تاخد حقن هتاخده وهتبقى داخل القرص بتاعها بالظبط صراحه. والفوليك اسيد مهم جدا. مهم لايه؟ مهم لتكوين كرات الدم الحمراء. الفوليك اسيد مهم جدا للست الحامل. للاسف السيدات الحوامل اللي بتحمل وما بتاخدش فوليك اسيد بيحصل مشاكل في الجنين. فمن قبل الحمل لازم تمشي على فوليك اسيد، ده مهم جدا. داخل ألب مالتي فيت عندي الكالسيوم اللي مهم لصحه عظمنا وصحه سناننا، وعندي الزنك. الزنك هو اعلى نسبه في الزنك بالزبط. مقارنه باللي زيه من المكملات الغذائيه بالظبط. وعندي طبعا النحاس مهم قوي، وعندي اقوى مضاد اكسده فيتامين إيه. وفيتامين سي 500 طبعا، فيتامين سي مضاد اكسده رائع رائع. لكن فيتامين اي كضد لو هتكلم على الانتي اوكسيدنت هو اعلى كمان من فيتامين سي كانتي اوكسيدنت. طب خلينا قبل بقى ما نرجع نستكمل بقيه الكورس نستسمع حضرتك وناخد حاله علي تجربته مع بيستا ونشوف كده العنصر الذكوري كان تجربته ايه مع بيستا، نشوف ونرجع مع حضراتكم. قلنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس. صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط. كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمدة طويلة. وأنا الصراحة بنصح أي حد عاوز يخس أو عنده سمنة إنه يجرب بيستا. شفنا مع حضراتكم حالة علي، ولو إن أنا لما شفت الصورتين برضو دايما أقولك بتخدع، يعني إيه أشوفه شكله كويس أقول هو يعني مش محتاج يخس قوي، بس الصورة اللي بعد باين الفرق، فهو أكيد بقى أحسن دلوقتي بكتير. أي حد بيخس بيبقى أحسن أكيد، صح صح، وفي الثقه بالنفس حتى صحيح. اي حد بيخس ده دي الخسسان ده صحه يعني. طيب مش الخسسان النحافه، لا، ان احنا نحافظ على صحتنا وما نبقاش اوفر ويت او نبقى بالزبط. زياده في بالزبط. سمنه بالزبط. ندخل في مراحل السمنه بالزبط. وخلي بالك السمنه مرض وليس عرض. ناس كتير لازم تعرف ان السمنه ده مرض، ومرض امراض كتير يا دينا كبير. يعني خلينا نتكلم عن باقي الكورس. يعني احنا قلنا بيستا وقلنا فيه معاه الالفا مالتي فيت المكمل الغذائي، واكيد في بقى حاجات تانية قوليها لنا بقى. من العوامل المساعده اللي هتخلينا نخس الناس اللي ما عندهاش حرق، والناس اللي عندها معدل الحرق ضعيف او عندهم مشاكل في الغده او بياخدوا ادويه الغده ممكن ياخدوا معاه الكورس ويبقى هينزلوا. اللي عنده مشكله في حرق، اللي عندها مشكله في الغده دي لازم برضو بقول لها ان الكورس امن ليها جدا، بس ما ينفعش تسيب نفسها، لازم تروح للدكتور. لا، ما هي هتفضل تاخد على حسب طبيبها، يعني لازم هتعرض على الطبيب الخاص بيها بالغده وهيقول لها لازم مع البرودكت اللي بتاخده بالظبط. لكن طبعا الكورس آمن جدا كويس. طيب ايه المنتجات اللي موجوده داخل الكورس بتقدر تعلي لي معدل الحرق؟ هو الجرين كوفي، القهوه الخضراء، بناخد منه قرص واحد بس في اليوم. أوكي. بعد الفطار او بعد الغداء. هو يا جماعه بتعمل لكم قرص، مش بتعمل لكم تشربوني؟ لا، عشان الناس اللي ما بتحبش طعم القهوه الخضراء هي بتبقى مفيده جدا، ولكن في ناس ما بتحبش طعمها. فاحنا كده هناخدها قرص، قرص كده بميه كده بيعلي لي، ودخله طبعا الجرين تي ودخله الجارسينيا، الحاجات دي كلها بتعلي لي معدل الحرق. طيب كمان في ايه داخل الكورس مهم جدا؟ للاسف انا بسميه الفيتامين المايسترو وبتنسي. مايسترو الجسم، فيتامين د. طبعا فيتامين د من اهم كل فيتامين مهم، لكن فيتامين د للاسف بيتنسي.
وللاسف احنا كشعب عندنا نقص في فيتامين د، رغم ان الشمس بتاعت ربنا موجوده في كل انحاء العالم، هو بيسمى بفيتامين ده السورس الاساسي. بس هو عشان تكسبيه او يعني تخلي الشمس تحفز نمو، لازم بقى طعم معين وقت معين، ولازم السكن يبقى معلوش لبس خاص، ولازم يبقى ما فيش ازاز. عشان كده احنا بدانا ناخد فيتامين د خارجيه تساعد. وفيتامين د عندي 2000 وحده يعني جرعه وقايه، لان انا على طول بقول فيتامين د هو من الفيتامينات القابله في الذوبان للدهون. لما بتكلم ان الناس اللي بتمنع دهون خالص، امال الفيتامينات اللي قابله للذوبان في الدهون ايوه صح، ولا هتبقى موجوده اصلا، ملوش، كانها ما خدتوش بالظبط. فيتامين د باخد قرص واحد بس منه، ممكن على معلقه زيت زيتون، على لبن كامل الدسم، حلو قوي، بق معلقه لبن كامل الدسم عشان يزود امتصاصه. عشان كده بقول يا جماعه كل حاجه في النيوترينتس مهمه، كويس. الدهون الصحيه مهمه، الكربوهيدرات مهمه، البروتين مهم. طيب قولي لنا اللي عايز يوصل الكورس عن طريقه من خلال ارقام وايه كمان؟ طبعا شركة بايوناتشرال هي الشركة المنتجة، وهي اللي بتقدم لنا هذا الكورس. الكورس رائع، آمن، مناسب لأصحاب الأمراض المزمنة، مناسب لجميع الأعمار ابتداء من 13 سنة. إزاي نقدر نحصل على الكورس أو حتى نسأل على السعر؟ لأن أنا بقول إن السعر رائع، مناسب لكل فئات المجتمع المصري. كويس. بنقدر نتكلم عن طريق الأرقام، إحنا ما عندناش أرقام غير فقط الأرقام اللي ظهر على الشاشة. شركة بايوناتشرال بتقدم فريق طبي متكامل بيقدر يتابع الحالة أسبوعيا، ودي حاجة كويسة جدا إن أنا أقدر أتابع مريض السمنة أسبوعي، حتى أشجعه وجدانيا، أشجعه عاطفيا، ده بيبقى من أساليب، من أحد أساليب العلاج كمان. في دعم نفسي. دعم نفسي. وكمان نقدر نحصل أو نسأل برضو عن أي منتج إحنا عايزينه، أو نحصل على المنتجات من خلال الصفحة اللي إحنا شايفينها على الشاشة، اسمها صفحة بايو بيستا. دي طريقة التواصل معنا، ودي طريقة الحصول على كورس بيستا. هايل. طيب احنا كده عرفنا خلاص طرق التواصل وكله تمام. المشروبات بقى اللي ممكن تساعدنا الفتره دي، بما ان لسه الجو فيه شويه برد وتراب وحاجات، وعايزين هي مشكله المشروبات ان في الشتاء دافيه خفيفه. لا انت بقى اقعد مثلا مع اصحابي في اي كافيه طول الوقت هوت شوكليت، هوت شوكليت، حاجات كلها سكريات. ايوه صح. المشروبات الكويسه القرفه طبعا، احلى شوربه في الشتاء اللي بدعمها جدا شوربه العدس، كلها بروتين الياف. لا دي اكله مش هي مشبعه، لان هي مشبعة. فيها الياف فبتقعد فتره بتبقى شبعانه، فيها نشويات معقده، فيها الياف، فيها فيتامينات، فيها بروتين رائعه. وبتدفي جدا طبعا لو عايزين نتدفى يعني. طب مشروبات بقى العاديه، ينسون الشمر زهره البابونج الكاميل، يعني عارفه ايه المشروب بتساعد على النوم كمان والاسترخاء؟ انت عارفه ايه الحاجه الحلوه قوي 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 عظيمه وناس كتير ما تعرفش وفيها فوائد رائعة؟ الحلبة. والله قلت وبصي الحلبة الحصى يا جماعة، وبيخافوا من ريحة العرق. أنا قلت لهم إحنا مش هنغليها، إحنا هنحط معلقة وهنصب المية السخنة ونغطيها عشان هي فيها زيوت طيارة، وتشربوها الحلبة يا جماعة. وما فوائد الحلبة؟ أنا بصراحة برشحها في الشتاء جدا، هي ريحتها مش حلوة، أنا معاكي بشربها في الشتاء. بس إحنا في الآخر مش هنوصلها للمرحلة دي، بقى مش ضروري نشرب حلبة نمسك في الحلبة مش هنسيبها يعني. أنا بشكرك يا حبيبتي طبعا جدا، وسعيدة بوجودك معايا، وأتمنى يا رب انه اصدقائنا اللي ما جربوش الكورس الخاص من بيستا يجربوه، وتقولوا لنا رايكم فيه، وتبعتوا لنا وتقولوا لنا عملتوا ايه، وصلتوا لايه، كنتوا كام وبقيتوا كام، اللي ثبت وبعدين بقاله فتره قد ايه ماشي على النظام ولا لا. كل الحاجات دي بحب اعرفها الحقيقه من حضراتكم. اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه باي ناتشرز. نورتيني وشرفتيني دكتور. بنورك يا عظيمه يا حبيبتي. وبشكر حضراتكم طبعا اكيد لحسن المتابعه والثقه الغاليه، كل مشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. من هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.